السلام عليكم. يعني كان بيع البيض في الجملة في تطوان، يعني البيض غالي، كيجي من الكوري غالي، يعني البيض واصل 108 110 في الكوري، يعني هادشي بزاف هادشي. والحوانت كيوصل ليهم دابا البيض خاصهم يبيعوه 130 فرانك 140 فرانك باش يخرجوا فيه، يعني عاوتاني لداك اللي كيهزو من هنايا وكيدي يفرقو ما كيبقى ليه والو، يعني هادشي بزاف هادشي. شي بزاف على المواطن المسكين، يعني بزاف عليه بزاف، يعني البيض غالي بزاف، يعني هذاك الشيء من الكوري كيجي غالي، يعني من الشركة ديالو كيخرج غالي، البيض كدي فيه فرانكو يعني تخرج لك الكسور بزاف ديال الحوايج كيخرجوا، يعني ما كاين والو في هادشي، يعني بنادم مسلك وصافي هادشي اللي كاين. هادشي بسعد موالي الكوارة هما اللي كيغلي صفات الصاروخ، يعني بزاف هادشي بزاف بزاف على المواطن. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. حنا في سوق الجمله ديال تطوان ان شاء الله يا رب العالمين، كنمونوا هنا المدينه ديال تطوان ان شاء الله والنواحي ديالها، ولكن الناس كيجيهم شي شويه اسعار قاصحه، شي شويه المستوى المادي ديالهم ضعيف شويه، المدخول ما كاين شيء، شاري الناس اللي هنا ضعفاء، وهاد الغلا ما قبلوا شي، فلي هذا حنايا كنجيبوا شي خطرات الفياج على سنتيم، كندفعوا فيه هنايا 13 مليون ولا اكثر، متحملين الاعباء ديالها باش نجمعوها على واحد 1300 درهم ولا 120 الف فرنك. ودابا زعما الله الغالب لهذا المسكين، حنا براسنا كيجينا هاد الشغل قاصح شويه، حنا ك بائع بنصف الجمله. بالنسبه للمواطن زعما كيكون هاد الاثمنه، انا بالنسبه ليا كاين اليوم الثمن 108 عندي هنايا، اللي غادي يشريه خصو ياخذو، غادي يسير عليه عاد واحد شويه، تابعو مثلا ليسونس موتور بياس الى اخره، كيضطر باش ياخذو واحد 5 سنتيم فيه ولا هذاك. الحاجه مع الصاير كطلع. الاسباب ديال الغلاء، الاسباب ديال الغلاء واش من بالنسبه للاسباب ديال الغلاء؟ هو المواد الاوليه كلها غلات، من ناحيه كل شيء ارتفع وكل شيء الدوبل دابا. بالنسبه للثمن، الثمن زعما راه ماشي غالي بالنسبه للمنتج، ومني كانت الشغل رخيص كان عندهم المعاش واقيلا اكثر من هاد الساعه ديال دابا. ونطلبوا الله يطفي هذا الغضب وهذا الغلا ويعطينا السعادة للمرحبا كلهم، والرحمة سيدي ربي يرزقنا بالمطر إن شاء الله يعطينا النبي. الموضوع دابا هنا تتباع 190 110 اللي كاين اليوم. البيض غالي؟ غالي علاش؟ تيقولون العلف غالي، هادشي تيقولون. شكون اللي كيقول لكم البيض غالي؟ أولين فوهم تيقولوا العلف غالي، داك الشيء علاش غدوا؟ دابا أنت شحال كتبيعوا الملحم؟ كنبيعو 110 دابا. وملحم شحال كيبيعو؟ كيبيع 120 120 130 130 هي اللي كاين. هادشي بزاف؟ راه بزاف، ماشي غير بزاف، بزاف على مواطني. شنو رسالتك في هذا؟ خص يشوفوا هاد الشيء هذا، يشوفوا هاد الحل هذا، واش من العالف، واش البيض قري، ولا تيصدروا على برا، ولا ما عرفناش. حنا حتى واحد ما عرفش هاد الشيء هذا مناش، حتى واحد ما عرف هاد الشيء مناش، واش من العالف ولا تيصدروا ولا تيخبعوا ولا ما عرف، الله اعلم. حنا ما عارفينش هاد الشيء مناش. حنا تيقولوا العلف غالي، البيض قليل، هادشي اللي تنسمعوا حنايا. واش 32 الف فرانك تعطيك 3 دراهم؟ 30 الف فرانك تعطيك 3 دراهم؟ راه ماشي بيع وشراء، راه بنادم تيسلك والصلاة. حنا والله إلا تيجي بنادم تتحشم باش تقول له الثمن، بنادم تتحشم تقول له الثمن. المسؤولين كاملين، لا الحكومة ولا موالين الفورم ولا المسؤولين، المسؤولين موالين الفورم والحكومة هما اللي غيشوفوا هاد الشيء. حنا ما عندنا حتى شي حل، حنا تيبيعونا الغلا تنبيعو الغلا للمواطنين، حنا ما عندنا حتى شي دخل، حنا تنبيعو، حنا خدامين هنا باطل على فرانك، ماشي بيع الشرا. ونطلبوا الله يغيثنا بالصلاة والسلام.